هل في طريقة بقى بعيدا عن الانتيبيوتيك، بعيدا عن الأدوية، نرفع بيها مناعة الجسم بشكل طبيعي، أو يعني إجراءات معينة نعملها؟ والله الإجراءات دي لو اتبعها السادة المشاهدين، أنا نقول بقسم لهم بالله، بقى أنا بقسم بالله المرض 90% مش هيجي لهم، وخاصة في الأيام اللي جاية دي في تغيير زي ايه الفصول. بقى؟ ممارسة الرياضة في البيت، مش هقول لك بره، محدش معاه ماديات يدخل نادي ويروح الأهلي والزمالك، في البيت يمارس رياضة في البيت، تنشيط الدورة الدموية في البيت، في البيت مش هقول لك، حتى لو لمؤاخذة المكان مش واسع هيبتدي ينشط الدورة الدموية دي أول حاجة. يبقى أول حاجة إيه؟ الرياضة. الرياضة. طب ليه الرياضة؟ حتى مش هقول لك رياضة عنيفة، رياضة هو واقف. وممكن حتى المشي بالمناسبة ده مفيش رياضة مشي، يعتبر، ما هو يعني بصي لو تنزل تلف حوالين البيت حتى، مش لازم ما في هو نادي إحنا ولا عايزين نتكلم في الواقع، ولا كلام الكلام في الواقع. يعني أقول لك ليه؟ الواقع ما حدش يقول عنده وقت ينزل، ولا حتى ينزل الشارع هيلاقي. اصل في ناس يا دكتور ما بتحبش الرياضات اللي هي العنيفه، في ناس تقول لك انا اتمشى كده شويه ربع ساعه 10 دقائق انا كده يعني جددت نفسي ونشطت الدوره الدمويه وانا كده تمام، بدل ما باخد المشوار مثلا بالعربيه انزل اتمشى لي هي شويه. رياضة في البيت هتبقى عنيفة؟ يعني ما هو في ناس بتخترع بقى. لا لا، مش عرفني. رياضة في البيت اللي هو واقف يعني يحرك دراعه ورجله، يدخل على النت يبص بيعمله اللي هي حاجات اللي انا يقول انا لك ما عنديش نت مثلا. واقعي يعني هقول لحضرتك القصه كلها، ممارسه الرياضه دي اول حاجه سواء كان في البيت او غيره، بس طيب يمارس ينشط الدوره كمبدأ. الدمويه، لان على فكره ثلاث ارباع المصريين عندهم الاكل والشرب حلو قوي، ممارسه الرياضه وحش قوي. وحتى بقول لحضرتك لو نص ساعه في اليوم هيبقى زي الفل. طيب ممارسه الرياضه دي اول حاجه في رايي انا. تمام. تاني حاجه شرب السوائل كتير. شرب السوائل ده افاده غير عاديه لاي مريض. شرب السوائل اقل حاجه من 2 ل 3 لتر ميه. اقل حاجه ايه؟ ده لاي نوع جسم لاي حد؟ اي نوع جسم. أوكي. من 2 ل 3 لتر ميه، بس طبعا الناس اللي عندها امراض في الكلى وكده ليهم كلام تاني، مش طبعا هياخد حلقه لوحدها. طب تالت حاجه اختيار الاكل. اختيار الاكل بمعنى كل ايه؟ كل اكلنا غلط. برافو عليك، برافو عليك، كل اكلنا غلط. طب ليه؟ اولا التيك اواي، كل واحد يرفع سماعه التليفون هات لنا وهات لنا هات لنا، مليان زيوت وهدرجه، مليان ستارش، مليان خبز كتير. على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مش عارف يعني الناس الساده المشاهدين هيقدروا يفهموها ولا لا، للاسف ثلاث ارباع الامراض بتيجي من العيش. عارفه ازاي؟ ان العيش ده الدقيق الابيض والسكر والزيوت والدهون دي فعلا هي دي 90% من امراض الموجوده. الواحد ما بيتخيلش ان الاكل اللي بياكله له تاثير كبير قوي كده في مناعته وفي استعادته لصحته في النزلات، بس فعلا حقيقي. والله يا مدام 90% من الامراض من الاكل اللي بناكله. ليه؟ احنا مش عندنا توعيه ان ناكل ايه؟ وانا يا ريت تستغل بس اقول لك كلمتين صغيرين يستفيد بيهم الساده المشاهدين في موضوع ازاي يزودوا المناعه والاكل يظبط ازاي وينزلوا الوزن حتى ازاي. يعني انت لو منعت العيش كل ما هو مزروع كليه، كل ما هو مصنوع بعيد عنه، الطبيعي ما خلاص مفيش عليه خلاف. طب ايه هو المصنوع؟ المكرونه اللي الناس كلها تقريبا كل يوم بتاكل مكرونه، العيش، المكرونه والعيش دول والعيش الفينو بالاخص بيتعب المعده وبيتعب القولون وما يقدرش. انا عايز اتخيل حد يبطل ياكل عيش شهر، شوف هيحصل له ايه. السكر هينزل، وهيلاقي نفسه لو هو عنده سكر هينزل، والضغط بينزل والدهون بتنزل، وتلاقيه حاجه تانية خالص خالص خالص، والبطن نفسها وابتدى بطنه تنزل. العيش العيش دي الابيض. تاني حاجه السكريات. السكريات لو بطل واحد يقول انا باكل 5 معالق سكر يا دكتور، اقول له طب بص بتقلل المناعه السكر. اسمعيني مش كده؟ اسمعيني اقول لحضرتك خليها 5 وبعدين 4 وبعدين 3 تدريجيا. تقصد تدريجيا حضرتك السكر ده يا مدام في منتهى الخطوره على صحه الانسان. طب تالت حاجه بمناسبه موضوع السكر، كانوا اول في بدايه الكورونا دايما النصايح انك اول ما يجي لك الاصابه تبطل سكريات. اكسلنت، برافو عليك. الفيروس النقطه ما كناش نعرفها. برافو عليك، فيروس بينشط وجود السكريات والوسط السكري. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ايه؟ بطل السكر، بطل العيش، بطل عيش الفينو، بطل حاجه مهمه جدا بعيد عنك في تفكيري وتفكيرك، بطل التنشنه والنرفزه والعصبيه. الحاله النفسيه برضه الحاله النفسيه. الكلام ده واقعي؟ واقعي جدا. ولا نظري؟ يا فندم اقسم لك بالله العلي العظيم ثلاث ارباع الناس اللي عندها ستريس فاكتور وثلاث ارباع الناس اللي بتعاني من حاله نفسيه امراض الدنيا فيها. دايما تناسى، لقيت حاجه مضايقاني ابعد، ما اقعدش افكر في حاجه مش هتديني ده. ساعات ناس مش عايز اقول كلام يعني يضايق الساده المشاهدين، ساعات الناس من التنشنه والعصبيه بيؤدي لعواقب سيئه جدا. فاحنا عايزين نهدى بقى، عايزين نهدى. الاسترس كفايه الاسترس اللي عايشين فيه، عايزين نهدى. اول حاجه الهدوء العصبي،
طريقه الاكل نفسها التيك اواي والسرعه كفايه بتدفع فلوس اولا كتير. الاكل كمان مرتبط بالحاله النفسيه والستريس، يقول لك تلاقي العصب بيقعد ياكل بتشنج وبسرعه وتلاقي حتى لو هو لا مؤاخذه يعني هو لو شبع بتلاقيه بيقعد ياكل حصل له حاجه اسمها بوليميا. فانا اللي انا عايز اقوله ايه، نخلي بالنا الحاجات دي مهمه جدا لتقويه المناعه. تاني حاجه بقى ايه، الفاكهه. طب انا معيش فلوس اجيب ارخص فاكهه، الاستفندي ده ممتاز قوي، والبرتقال مليان فيتامين سي بقى غالي البرتقال والاستفندي لو اتكلم بقى بصراحه الدنيا بقت صعبه شويه. فطبعا احنا الاستفندي والبرتقال والحاجات البسيطه دي وطبق الخضار كل يوم ده مهم قوي. الخضار ده الخضار ده نعمه من عند ربنا، طبق الخضار. طب الرز، لا كل رز بس مش كتير، يبقى هتستفيد بالرز هناكل رز، يبقى هنبعد عن المكرونه والرز والعيش. طيب ده كله علشان الاستابيليتي بتاع جسمنا. دي الطرق اللي احنا نرفع بيها وقايه المناعه بتاعتنا او الوقايه المناعيه. حلو ازاي؟ استني بس، لا 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 ازاي الميكانيزم اللي يرفع مناعتك؟ الحاجات دي بتمنع حاجه اسمها الاوبستي. ايه الاوبستي؟ ايه بقى اللي هي التخمه. ما انت لما انا بقول الكلام ده، لو انت بطلت السكريات والمكرونه والعيش وعملت شويه رياضه بسيطه هتلاقي جسمك ماله ايه، يتبلور ويتنحت من جديد. الجسم لما بينزل بيبقى صحه بتزيد، دوره دمويه بتزيد، الدوره التاجيه الشريان التاجي لو كان في شويه ترسبات موجوده برضو بتقل، لو في دهون بتقل بتلاقي نفسك فقت، عارفه كان في شحوم قلت. طب ده بيزود المناعه ولا لا؟ لا بتزود المناعه. يبقى اللي انا قلته طبيعه الاكل وطبيعه الارشادات اللي انا قلتها هي دي هتعود على مين؟ بتزود المناعه، بتزود مناعه الجسم زائد طبيعه الاكل. طيب. زائد الناس الكبار في السن ما ينسوش ثلاث حاجات، فيتامين B12 والزنك وفيتامين د، دول مهمين قوي 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 ليه. طيب سواء كان راجل او ست. حلو قوي. الجزء بقى الثاني اللي كنت عايزه اتكلم فيه مع حضرتك اللي بدانا بيه ونفسي برضو نختم بيه الفقره ونوجه فيه كده ارشادات واضحه للناس مره تانية، اجراءات الوقايه بقى بشكل عام من الامراض التنفسيه والنزلات البرد، الناس تخلي بالها من ايه تحديدا؟ اول حاجه العزل. ايه العزل ده؟ لو عندك طفل صغير سخن ابعديه، دي اجراءات وقائيه. طيب لو كان كبير شويه والدنيا معاه كويسه ويقدر يستحمل الماسك، لبسيه الماسك يوم يومين بس، اللي هو بيبقى فيه اكتيفيشن بقى للفيروس للكبير ده. العزل ده اهم حاجه. تاني حاجه سرعه تقييم الحاله. سرعه تقييم ايه؟ الحاله. اقيمها ازاي؟ اقيم الولد ده داخل في مرحله خطر ولا لا. يبقى انا كده بعمل كنترول عليه برضو. ما هو من سرعه تقييم الحاله بعمل بيه كنترول. بمعنى ايه؟ ان الحاله دي انا عرفت بدري ان هيدخل في التهاب رئوي. عرفت بدري داخل في اوتيتس ميديا، التهاب في ده. انا مش عايز اقول لك ان بعض الحالات لو اهملت ساعات بتدخل في التهاب في المخ. بنشوفها عندنا، بشوفها كتير. اللي هو بيبقى نازله برديه فيروسيه وقلبت بمنجايتس او انكفالايتس. طب دي نكبه بقى، دي بصراحه بتبقى يعني بدا بحاجه بسيطه تطور جدا. بالظبط. وتوصل تعرف المنجايتس او انكفالايتس اللي هي ايه؟ التهاب في المخ. او في التهاب الغشاء الخارجي للمخ. ده كتير ولا قليل؟ لا صح بيحصل. من نازله ايه؟ من برد. برد والله بيبقى نازله. بيقول لك ده كان بيلعب من 5-6 ايام بيلعب جاله حراره. ربنا يحفظ كل فربنا يحفظ الناس كلها يا رب. بس خلي بالك هي على قد ما هي سهله قوي، وخلي بالك وبنكرر مفيش فيروس صعب في مصر. مصر الحمد لله زي الفل. هي الصعوبه في ها صعوبه في ايه؟ يعني ان الواحد ما ينتبهش وان العدوى تفضل تنتشر. بس برافو عليك. انا رايي كده في الاسر. طيب. المصريه كلها. ما انا عشان كده عايز اسال حضرتك ده لما يكون في حاله اصابه. طب لو ما فيش حاله اصابه ده مش معناه برضو ان احنا نفضل يعني نتعامل كان عادي؟ لازم يكون في اجراءات برضو وقائيه بنحافظ عليها كده باسلوب حياه. حلو قوي. الناس تعمل ايه؟ حلو قوي. اول حاجه مفيش داعي بقى احنا دخلنا في شتاء واحنا قاعدين في اوضتين وصاله ولا اوضه وصاله واقعد اكممه واقفل الشبابيك واقفل الازاز. تهويه يبقى واحد. لازم تهويه دي رقم واحد. رقم اتنين غير التهويه التغذيه. والتغذيه مش شرط يكون معايا فلوس. خضار كل يوم، لازم طبق سلطه كل يوم، خضار كل يوم ده مهم جدا. الخضروات يا جماعه مهمه جدا. مش عايز لحم ولا فراخ، انا عايز خضار. خضار وطبق السلطه مهم جدا. اقلل لو ناس عدوا ال 35 و40 سنه نقلل من العيش والسكر. نقلل منين؟ العيش والسكر. ليه؟ لان هو ده زي ما قلنا بيزود الوزن، والوزن لما يزيد بيبقى سهوله الامراض فيه مالها كتيره. ثالث حاجه ارشادات مهمه جدا اللي هي بقى ايه؟ العادات النظافة. العادات اللي هي ايه اللي المفروض احنا خدناها وكسبناها كويس من ايام كورونا. اللي هي النظافة وغسيل الايد والكوبايات تبقى نظيفة وتعقيم الحاجة وتعقيم الحاجة وبرضو نرجع تاني معلش الكحول برضو نحطه في البيت للحالات اللي هي الاسطح والاسطح والنظافة. والنظافة حلوة. النظافة اصلا
بتدي جمال للبيت وفي نفس الوقت بتدي حمايه. والابتعاد بقى عن فكره السلام القريب دوت والبوس البوس والاحضان والكلام ده كله اقسم بالله يعني هو علينا. هو فكره المشكله في ايه؟ ما انا اسف يعني ساعات لما اتنين يتقابلوا يعني فاكر ان هم ما بسوش معناه انه ما بيحبوش، وده مشكله ثقافة. دي ثقافه مصريه مش كويسه فلازم نبعد عنها. وكورونا ادتنا يعني المبرر المظبوط والسليم، ما حدش يزعل من حد يا جماعه، احنا ايه بنحافظ على المسافات. وبعدين مش لازم بقى حضرتك تجي لنا كورونا تانية عشان نحترم بالزبط. نفسنا في القصه دي لازم نخلي بالنا من نفسنا قوي، لان على فكره اللي شفناه في الايام السنوات مش عايزين نعيده. صحيح. لان بصراحه كانت ايام صعبه جدا علينا، وفي ناس توفت كتير. صح. وفي ناس ما استحملتش الفيروس، لان زي ما قلت في خلال حلقتك ان ممكن يجي لنا فيروس متحور جديد خالص ما نعرفش عنه حاجه، بس ما فيش حاجه لحد دلوقتي كلنا زي الفل الحمد لله، وربنا ان شاء الله يسهل يا رب باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا الدكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات امبابه واستشاري البطنه والصدر، معلومات الحياه مهمه ونصايح كمان اهم. شكرا جزيلا لحضرتك.